كمان نطمن على حاله الطقس ونعرف اخبار الجو ايه، وبما ان يعني في كده بعض الانباء انه على منتصف الاسبوع هيكون في تقلبات مناخيه شديده، خلينا نعرف اكتر عن حاله الطقس من دكتور علي قطب خبير ارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك يا فندم. صباح النور، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك دكتور علي. اخبار الطقس ايه خلال هذا الاسبوع؟ اعتقد يعني انخفاض ملحوظ شاهدناه منذ البدايه السبت اللي فات، وممكن يكون عندنا امطار فعلا كما توقعت هيئه الارصاد الجويه منتصف هذا الاسبوع تحديدا من الثلاث اللي جاي، ولا لا يا فندم؟ بص استاذ عاصم، يعني احنا النهارده وان شاء الله بكره الاجواء لسه اجواء شتويه معتدله. نعم. يعني في سطوع لاشعه الشمس، وان كانت درجه الحراره تنخفض عن نهايه الاسبوع الماضي كانت تسجل 28 درجه و27 درجه، احنا دلوقتي العظمى متوقع اليوم 23 درجه مئويه، وطقس بيكون شتوي معتدل خلال ساعات النهار، ولكن ليلا بدات درجات الحراره تنخفض تعود ثاني لمعدلها الطبيعي وتسجل ما بين 10 الى 12 درجه مئويه في المناطق الشماليه و8 درجات ل 10 درجات في المناطق الجنوبيه. فده طبيعي جدا، لكن بداية من الثلاثاء إن شاء الله هيبقى في طقس غير مستقر هتشهده جمهورية مصر العربية من خلال الموجة، هذه الموجة شديدة الحرارة شديدة البرودة عفوا، هذه الموجة بتبدأ بنشاط مثير للرمال والأستربة نتيجة للرياح الجنوبية الغربية النشطة، وبيصاحبها انخفاض في درجة الحرارة، يعني المتوقع ليها يوم الثلاثاء اللي هتبقى 17 درجة مئوية، ويوم الأربع ذروة الموجة أربع وخميس. بمعنى إيه ذروة الموجة؟ الموجة بتبدأ تصاعدية وبترجع تاني تنازلية، فبنلاقي إن متوقع ليها هيبقى انخفاض آخر كبير في درجة الحرارة العظمى، ممكن تصل إلى 12 درجة مئوية، والصغرى تنخفض إلى 7 درجات، ما بين 6 ل 7 درجات مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة لوجود كميات كبيرة من السحب المنخفضة والمتوسطة تكون متكاثرة يصاحبها سقوط أمطار، طبعا يبقى رياح وأمطار وانخفاض كبير في درجة الحرارة، ودي يمكن لأول مرة في شتاء هذا العام بتنخفض فيها درجة الحرارة إلى هذا المستوى اللي هو العظمى تصل ل 12 درجة مئوية، 12 درجة مئوية يعني الطقس شديد البرودة خلال ساعات النهار وأثناء فترات الليل، وأمطار هتكون رعدية أحيانا على بعض محافظات شمال الدلتا تحديدا، وقد تصل هذه الأمطار إلى القاهرة، وممكن تكون فيها أمطار خلفية نظرا إن طبقات الغلاف الجوي فوق فيها كتلة هوائية شديدة البرودة، يعني موجة نقدر نقول كده طقس غير مستقر، موجة نشطة جدا جدا، وده اللي حذرنا منه من خلال برنامجكم الجميل في الأيام الماضية، عدم تخفيف الملابس، بالرجاء عدم تخفيف الملابس، الحفاظ على حياة وصحة السادة المشاهدين، وده بعدم تخفيف الملابس. ليه؟ لأن الموجة دي فعلا موجة قاسية شوية علينا، وحتى لا نصاب بأي أمراض لا قدر الله، وبالاضافه لان طبعا الناس اللي هم عندهم ري وزراعه ثمار خدوا بالكم ان من الثلاثاء حتى الجمعه هذه الموجه موجوده، ويجب عدم الري وفي نفس الوقت عدم زراعه اي محاصيل زراعه. دكتور، نصيحة حضرتك تحديدا للإخوة الصيادين، لأنه أكيد هذه الموجة هتأثر على حالة البحر ومنسوب ارتفاع الأمواج، فنصيحة حضرتك هل هم بقى كده ما يعني ما ينزلوش لعملية الصيد خلال يعني بكرة على الأكثر، أنه ما يكونش فيه نزول للبحر من أجل الصيد؟ بالضبط كده، زي حضرتك أشرتي ارتفاع كبير للموج قد يتجاوز الستة أمتار، يعني ده ممكن يؤدي طلق المواني البحرية في البحر المتوسط وكذلك في خليج السويس، لان فعلا سرعات الرياح اشرت اليها حضرتك هو فيها نشطه، طب نشطه دي 30 كيلو ولا 40 كيلو ولا 50 كيلو، ممكن تصل لاكثر من 50 كيلو متر سرعه الرياح، وده اللي هيدي ارتفاع للموج قد يتجاوز الخمسه امتار ويصل لسته امتار، بالاضافه الى طبعا ان كميات الامطار اللي هتسقط على المناطق الساحليه قد تؤدي احيانا الى يعني نقدر نقول ارتفاع كبير عن الشاطئ، وأدي إلى أحيانا في شمال سيناء أو المناطق الجنوبية تحديدا شمال الصعيد
الى سيول، والسيول هي الامطار التي تسقط من فوق كمام الجمال باتجاهنا. اخبار الشبوره ايه برضه يا دكتور علي، وتحديدا على الطرق السريعه خلال هذه الفتره اللي فيها تقلبات جويه اللي تبدا ان شاء الله؟ الموجه يا استاذ عاصم خدتنا وكلمنا عن الموجه، لكن في شبوره خلال هذه الليله، احنا النهارده الاحد وبكره الاثنين لسه الموجه تبدا الثلاثاء، ففي شبوره مائيه هتكون كثيفه ايضا موجوده خلال هذه الليله وحتى غدا ان شاء الله، لكن بدايه من الثلاثاء طبعا ما فيش شبوره غير بعد هطول الامطار. بعد هطول الامطار بتتكون شبوره مائيه وتؤدي انخفاض مدى الرفقي، عشان كده نصيحه ايضا للساده قائدي المركبات على الطرق اتباع كافه تعليمات الموج، سواء كان اثناء الشبوره او حتى بقى اثناء الرياح اللي هتؤدي الى اتربه وغلق الطرق احيانا على الطريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وطريق مصر الاسكندريه ايضا مصر اسيوط الصحراوي والزراعي، لان فعلا كميات الاتربه هتكون جامده جدا يوم الثلاثاء. وقت التواجد الشبوره من امتى لامتى تحديدا يا دكتور علي؟ تحديدا الشبوره بتبدا في فترات الليل، يعني احنا عشان بدات الرطوبه النسبيه تقل شويه، فالرطوبه النسبيه فالشبوره ما تتكون من الساعات المتخمه في الليل عن الساعه الثانيه 10 مساء اليوم وحتى الساعه السابعه صباحا غدا الثلاثاء. تمام. ان شاء الله نهايه الموجه زي ما حضرتك قلت ممكن تكون على الجمعه كده يا دكتور، صح كده؟ تستمر حتى الجمعه. تمام. تبدا تخف حدتها يوم الجمعه، يعني ايه تخف حدتها؟ يعني الرياح تعتدل، كميات الامطار تقل على المناطق الداخليه، ولكن درجات الحراره بتظل منخفضه، يعني ما بنقول 12 درجه يوم الاربعاء، يعني الثلاثاء تبقى 17، الخميس 14، الجمعه ترجع 16، ثاني درجه مئويه برضه، ده ضغط شديد البروده اثناء ساعتها. تمام. لا تشهد اغلب البلاد يا فندم، لان كان قبل كده موجه من اسبوع، الاسبوع اللي قبل اللي فات تحديدا قالوا ان في موجه، ولكن محافظات معينه اللي شهدتها، فوضح لنا هذه الجزئيه للساده المشاهدين. تمام يا استاذ عاصم، المناطق التي تتاثر بهذا الطقس هي المحافظات الساحليه ومحافظات الوجه البحري والقاهره العاصمه ومدن القناه وشمال الصعيد ومناطق شمال سيناء ووسط سيناء، خليج السويس، مناطق اللي ارتفاع الموج فيها ايضا عشان الصيادين اللي بينزلوا بيصطادوا اوقات الصيد. تمام. المنطقه الغربيه، لان هو العاصفه الترابيه دي هتصل الى يمكن حدود الاقصر. وطبعا الانخفاض في درجات الحراره دوت هو اللي هيصل بقى ثاني يوم، يعني هنقول الذروه الاربع في انخفاض درجه الحراره 12 درجه مئويه وسبع درجات مئويه اثناء فترات الليل، ممكن في مناطق اللي هي زي شمال الصعيد، المنيا، اسيوط، بني سويف، الفيوم، درجات الحرارة تنخفض ليلا إلى ما يقرب من أربع درجات مئوية، وبالتالي بيتكون صقيع على المزروعات في هذه المناطق. أنت حضرتك بتطلع مننا كل حاجة عشان نوصلها للسادة المشاهدين. الله يعزك يا دكتور. بنشكر حضرتك جزيلا دكتور علي قطب خبير ارصاد الجوية على توضيح حالة الطقس وأهم يعني النصائح اللي حضرتك قدمتها لنا النهارده.